السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان. فكرة اليوم عبارة عن لعبة تربوية يمكن تدار في اللغة الفرنسية وفي اللغة العربية في المستويات اللي عاد كيتعلموا فيهم الحروف، بمكونات جد بسيطة تثير الدافعية والتنافس بين التلاميذ، اللي كنحتاجوا فيها رسومات وسدادات قنينات، هذا عمل جماعي وكيتم المنافسة ما بين المجموعتين. يتم سحب واحد السدادة عشوائيا من داخل كيس وكتوضع فوق الصورة التي تتكون اسمها من دوك الحروف. هذه المرحلة الأولى. في حالة أن واحد التلميذ سحب واحد السدادة ووضعها في المكان الخطأ، التلميذ الذي يليه يجب أن يصحح. عند عدم تمكنه التلميذ الذي يليه، الأستاذ مجرد موجه حتى كتوقف التلاميذ عاد كيدخل. عند انتهاء جميع السدادات الموجودة داخل الكيس، تقوم كل مجموعة بترتيب الكلمات للحصول على الكلمات الصحيحة. أول مجموعة ترتب الكلمات وبطريقة صحيحة تعتبر هي المجموعة الفائزة. إذا كنتم مازال ما شاركتوش في القناة أو لا أول مرة تشوفوا لي فيديو ديالي، ما تخرجوا تضغطوا على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو والجرس للتوصل بكل شيء جديد. استعدادا لهذه اللعبه التربويه، غنبداو اول حاجه بجمع اغطيه القنينات البلاستيكيه. انا استعملت هادو اللي بقاو من نادي البيئه، اللي كنا استعملنا غير جزء القنينه، وهادو غنستعملهم في هذه اللعبه التربويه. غادي نحتاج كذلك اوراق بيضاء وقلم ومقص. بالنسبه للخطوه الثانيه، كما كتشوفوا حنا رسمنا مجموعه من الدوائر. المرحله اللي من بعد غنقطعوا دوك الدوائر وغادي نستعملوا اللصاق. بما اننا كنهضروا على الصاق واحد الورقه بهذا يعني فيها البلاستيك، يعني ضروري استعمال هذا اللصاق، هذا هكذا يثبت الورق على هذا البلاستيك بهذه الطريقه. هذه هادو هما سدادات القنينه. من بعد ما كلهم هذاك العدد اللي عندي لصقت فيه هذا الورق ابيض من الفوق، في هاد الاوراق البيضاء غادي نكتب لي زالفابي. هاد صنع داك الكيس اللي غادي نوضعو فيه الداخل ديالو هاد السدادات. غادي نحتاج هاد الكيس الثوبي، متوفر عند الجميع دابا. اول خطوه غادي ندير، غادي نحاول نقطعو من هنا بالمقص. العمليه اللي غادي نقوم بها من بعد هي غادي نقوم بالثني ديال هاد الكيس بهذه الطريقه، هادي من الفوق ولا من الداخل حتى الى قبطنا وثبتناه من الداخل بحال هكا. وباش نثبت هاد الثاني غادي نستعمل هاد الخيط هذا. من بعد هذا هو الكيس الثوبي، خيطت كما قلت لكم الخيط كتبان ودخلت لداخل ديال داك الثاني الخيط هذا. بعد الانتهاء من الاستعدادات، السدادات كما كتشوفوا موجودين، الرسومات موجودين موضوعين في وسط المجموعه. انا خليت فوق المكتب غير للتوضيحي فقط. يمكن لك ديروا وسط المجموعه التلاميذ وتلصقهم هكذا كيتبسوا اكثر. دابا نشوفوا نموذج رفقه التلاميذ ديالي. نبداو باليمين، يلا الياس لا لتر سي تري بيان. ايا علي أدا حسن إيه إلياس أيا إس S. Oui, très bien. Allez. Très bien. يجب ترتيب الحروف للحصول على الكلمات الصحيحة. Très bien. Cartable. Non, c'est juste. Cinq. Ici coque et ici.